والضيوف الكرام، لكل هؤلاء نقول مرحبا بكم في هذا اللقاء التواصلي الذي دأبت جمعية الأمل للمتقاعدين والمقبلين على التقاعد على تنظيمه كل سنة. يأتي هذا اللقاء التواصلي سعيا من الجمعية وفي إطار الشراكة التي تجمعها بالصندوق المغربي للتقاعد على الانفتاح على شريحة المتقاعدين والمقبلين على التقاعد، والتي تكبر وتتجدد كل سنة وتعمل على تحسيسهم بأهمية التسجيل بالبوابة الإلكترونية للصندوق للاستفادة من الخدمات المقدمة. وكما لا يخفى عليكم، فالصندوق المغربي للتقاعد طور آليات التواصل مع المنخرطين بشكل كبير ومتطور، مما يستدعي مواكبة ومسايرة هذا التطور الرقمي والانخراط فيه. إن الجمعية ومنذ تأسيسها سنة 2017 تسعى جاهدة لتقديم خدمات للمتقاعدين وذوي الحقوق منخرطين وغير منخرطين، وتكون صلة وصل بينهم وبين الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك انطلاقا من الشراكة التي تجمعها بالصندوق. والجمعية ما فتئت تشجع منخرطيها وكافة المتقاعدين على التسجيل بالبوابة الإلكترونية، كما تعمل على إخبار المنخرطين بكل المستجدات التي لها صلة بالمتقاعدين والمستفيدين من نظام المعاشات المدنية. كما أن الجمعية تستقبل من مقرها الكائن بشارع سور الإشارة طلبات واستفسارات الإخوة المتقاعدين.